السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، هذا هو المهم. الله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي، آمين إن شاء الله، باسكو هاد الأيامات يعني كنسمعوا أنه بدا كيتزاد. الله يحفظنا، الله يحفظ وليداتنا وعائلتنا وكل واحد عز علينا وكاع جميع يعني المسلمين وكاع الناس كاملين. المهم البنات، شكرا بزاف على البنات الجداد اللي دخلوا معايا اللي كيخليوا لي تعليق، والبنات القدام حتى هما. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة باش تزينوا الكيكة ديالكم يعني للاستفادة. هنا البنات كتاخذوا كاسرول كديروا فيها نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، جوج تقريبا معلقات كبار ديال السنيده، وطابليت تاع الشوكولا. فوالا كتخليوها هكاك في كاسرونه حتى كتغلي، كتحيدوها صافي وكديروها فوق الكيك ديالكم. المهم تطلصوها مزيان، خاصها فريمون يكون بزاف ديال الشوكولا. من بعد هاد لي فخوي غوج انا كناخذهم يعني كونجلي من المغازه، كاع المغازات كيبيعوهم، كارفور، ليدل، اوشان، كلشي كاع يعني كلشي كيبيعهم. وكتاخذوا غاطو نيمبورت كيل غاطو، مهم بحال الشكل ديال الهيرنيس اللي كنا نقولوا ليه حنا، كدقدقوه صافي وكديروه حتى هو من الفوق، كيعطي واحد المنظر زوين، ما كيبانش واش هو ولا لوز ولا كاوكا ولا، مهم كيجي ديكور زوين وتتشهي، ويعني اي واحد شافها كيتشهى انه ياكل منها طريف. ولا البنات، مهم هذا هو الفيديو اللي درت معكم اليوم، وكنتمناكم ديروا لي لايك الى عجبكم. فوالا، المهم انا هاد الطبيصيل ديالي قطعته، تتكون ديك الشوكولا زعما دايبه ويعني وبزاف كتجي زوينه، كتبداو تقطعوا وتغمسوا وتاكلوا. درتها مع واحد الكويس ديال قهيوه بالحليب، المهم حليب بالقهوه. فوالا، المهم البنات نقول لكم السلام عليكم، نهاركم مبروك وخليتكم في امان الله، وشكرا بزاف. وقبل ما نقطع البنات، غادي نخلي لكم واحد الكلمه تاع واحد الاغنيه، المهم اغنيه هي زويونه فيها قصه، يعني ماشي غير تخربق وصافي، فيها واحد القصه زويونه عجبتني. كنت حطيتها واحد المره مي ما كملاتش، وسولتني عليها واحد الاخت شكون سميتها ام عبد الله. المهم انا كنهديها لك ام عبد الله، وكنقول لك شكرا بزاف على يعني كتبعيني ديما، كتخلي لي تعاليق وهذا. المهم نخليكم مع الاغنيه. مرة البنت بتاعتي قالت لي ايه رأيك نخرج مع بعض، وانا ولا عمري ما يجي في بالي نتقابل مرة مع بعض. قالت بكرة الساعة 8، بس عشان خاطري ما تغيبش. لما حكيت لاصحابي قالوا لي اوعى تكبر او ما تروحش. قلت طب اعمل ايه، ما انا خايف يبقى معادنا ده كله حرام، وانا هقدر اروح وانا عارف ان كلامنا ده اي كلام. بس الاخر رحت قابلها، اعمل ايه ما خلاص حبيتها، وبقيت لازم اسمع صوتها حتى ان شاء الله تقولي سلام. بس الساعة عدت 9 وانا من ساعة واقف خايف، يمكن نسيت او مش جاية، يمكن ما انا مش عارف. بعد شوية لقيت صاحبتها بتكلم تقول لي سامحها، قلت طب اعرف ايه اللي جرالها. قالت ضيف ولا كان على بالها، لما قابلها ما كانش في ايدها غير تقعد تسمعه في سكوت. قلت فهمت ده يبقى حبيبها، ردت لا ده ملك الموت. فجأة لقيتني صحيت من نومي لسه الصدمة مأثرة فيا، افرض حصلت فعلا يوم اعمل ايه في حياتي الباقية. ايوة بحب وعايز اكمل مع انسانة لقيتها هدية، يبقى البيت من بابه امان ولا ضيعش كمان ولا ثانية. واحنا في عز الفرحة بفكر بشكر ربي النعم الغالية، كنت هضيع وبحلمي خوف
رجعت لينا الضحكة العالية.